التسريبات اللي انتشرت مؤخراً بخصوص Resident Evil 9 بتحس إنها بديهيات أكتر من تسريبات. قبل ما نحكي عن التسريبات لا تنسوا اللايك يا جيكس and let's go. طبعاً المصدر هو Dusk Golem. بقول لك عمو داسك إنه كابكوم إلها تقريباً من 2018 بتشتغل على Resident Evil 9، يعني بعد بسنة من إصدار Resident Evil 7 وبالتوازي مع Resident Evil 8. هلأ ليش ركزت على هذه النقطة؟ لأنه التسريب الثاني بيقول إنه التاسع حيكون نهاية لقصص قديمة وبداية لقصص جديدة. شكله المقصود بالقصص القديمة عدة مواضيع. أولاً معرفة المزيد عن شركة The Connections ورئيسها براندون بيلي اللي كان أحد مؤسسي شركة أمبريلا المعروفة لحد ما تم حذف اسمه من قائمة المؤسسين على إيد أوزويل إي سبنسر. شو السبب؟ الله أعلم. وطبعاً The Connections هي المسؤولة عن صناعة السلاح البيولوجي إيفلين. الموضوع الثاني هو معرفة المزيد عن بلو أمبريلا اللي ظهرت فجأة بنهاية السابع وشفنا كريس والبي اس اي اي بيشتغلوا معهم. فشو تفاصيل هالموضوع الغريب؟ أنا اللي بعرفه عن بلو أمبريلا إنه هي تأسست بال2007 على إيد الحكومة الأمريكية كنوع من تكفير للذنب اللي عملته شركة أمبريلا القديمة، عشان هيك اللوجو تبعها لونه أزرق مش أحمر. الهدف من تأسيس الشركة هو دراسة كامل بيانات شركة أمبريلا القديمة لحتى تصنع أسلحة مضادة للوحوش البيولوجية، وما في أحسن من البي اس اي اي لحتى يصير تعاون معهم بما إنهم متخصصين في القضاء على الإرهاب البيولوجي. لكن كريس واضح إنه مش واثق فيهم أبدا، ومعه حق الصراحة. الحكومة اللي أنشأت بلو أمبريلا هي نفسها اللي كانت متعاونة مع خلينا نقول ريد أمبريلا اللي هي الشركة القديمة، ولما انفتحت ريد أمبريلا رفعت إيدها الحكومة وحكت عمي أنا ما دخلني دبري حالك. يعني الحكومة مش مريحة وواضح فيها فساد، وتأسيس بلو أمبريلا شكله غطاء لاستكمال البحوث البيولوجية. الموضوع الثالث ملاحقة البي اس اي اي نفسها. زي ما شفنا في نهاية الثامن البي اس اي اي أرسلوا جنود بيولوجيين لقرية ميراندا، وهالشي خلى كريس يتساءل إنه البي اس اي اي شو بيعملوا قاعدين. وبما إنه البي اس اي اي وبلو أمبريلا في بيناتهم تعاون وبلو أمبريلا بتصنع أسلحة بيولوجية مضادة على أساس، فهي اللي صنعت هالجنود وأعطتهم للبي اس اي اي، فشو بطبخوا الجوز قاعدين. الموضوع الرابع رسالة التهديد اللي وصلت لكريس عن طريق زوي بيكر واللي انكتب فيها لم ينتهي الأمر بعد. فمين بعت هالرسالة وليش انبعتت لزوي مش لكريس بشكل مباشر؟ برضو هذا موضوع قديم وغريب، وممكن هذه المواضيع في التاسع يتم توضيحها والتطرق فيها أكتر. لاحظوا صيغة الجمع لما حكى إنه الجزء التاسع سيكون بداية لقصص جديدة، حكى قصص وليس قصة بالمفرد. يعني شكله التاسع حيكون نقطة محورية زي ما السابع كان نقطة محورية، بس التاسع شكله على أوسع. التسريب الثالث بيقول إنه تم تخصيص أعلى ميزانية في تاريخ السلسلة للجزء التاسع، وهذا شيء بديهي. التسريب الرابع بيقول إنه حتكون مدتها هي الأكبر في تاريخ السلسلة، وكمان هذا شيء بديهي. التسريب الخامس بيقول إنه حيكون التوجه تبع الجزء التاسع جديد تماماً للسلسلة. أنا هون خطر في بالي شيء واحد لحد الآن، وهو عنصر العالم المفتوح. هلأ ما يروح بالكم لا The Witcher و Red Dead Redemption فيما يخص العالم المفتوح، لا مش لهالدرجة. لكن أنا لاحظت بداية لهالعنصر في الثامن لما اضطرينا نرجع للقرية عشان ناخذ أدوات ما أخذناها أول ما دخلنا القرية، وشفنا في الرابع ريميك هذا الموضوع توسع شوي، صرنا ناخذ مهمات جانبية من التاجر تخلينا نرجع لأماكن زرناها قبل وكمان نروح لأماكن جديدة، والمهمات كانت منوعة بأهدافها، إيش تحل لغز، إيش تفقس بيضة على راس رامون وغيره. فشكله في التاسع هالموضوع حيصير أوسع ويوصل لمرحلة تشابتر 3 في The Evil Within 2 اللي تم فيها تخصيص خريطة مصغرة فيها العديد من المهام والقصص الجانبية، واحتمال التاسع يتبع هالنهج. واللي بتابعني بعرف انه انا هذا الاقتراح اقترحته كتير من زمان، لاني بعتبر The Evil Within 2 هي افضل من وازن بين الخطي والعالم المفتوح.
واضح الجزء التاسع بيكون جزء ضخم، فليش ما كابكوم تخلي البطولة موزعة على أسس السلسلة الأربعة كريس، جيل، ليون وكلير، خاصة إنه كلهم باستثناء كريس ما منعرف شو صار معهم في الوقت الحالي. أوكي جيكس، احنا هيك وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى إنه يكون عجبكم. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وبهمني كتير أعرف رأيكم في التعليقات. أنا بتشكركم كتير للمتابعة، وقريبا برجع لكم بفيديو جديد بأمان الله.